والله يا فندم احنا حضرنا وقدمنا ما لدينا من مساندات وقدمنا ما لدينا من اوجه دفاع قانونيه، اتمنى ان هي تلقى قبول عند الاستاذ خيرت، لان الاستاذ حازم كان حريص انه يترفع بنفسه يعني. فالاستاذ حازم خلص والاستاذ خيرت خلصنا برضه موضوعه لانه ما جاش بنفسه النهارده، احنا حضرنا عنه. احنا قدمنا شهاده من المحكمه العسكريه التي اصدرت قرار رد الاعتبار تفيد انها كانت على علم بالقضيه الثانيه التي صدر الحكم فيها في 2007، وليس ولم يكن الامر خافيا عليها كما ورد في قرار الاستبعاد. انا قرار الاستبعاد بيقول ان المحكمه لما اصدرت قرار رد الاعتبار لم يكن تحت بصرها ان هذا المرشح كان قد صدر ضده جريمه عقوبه اخرى في 2007. فقدمنا شهاده من رئيس المحكمه نفسها اللي اصدرت رد الاعتبار، قالت لا انا كنا نعلم وكان تحت بصرنا هذا الحكم، وكان تحت بصرنا قرار العفو الشامل الذي صدر بشانه من المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وبالتالي استبعدنا هذا الحكم واصدرنا رد اعتبار في الحكم اللي قبليه، وهذا الرجل يستحق الاعتبار. يعني اذا الاستاذ خالد الشاطر سيتم ان شاء الله الاعلان الرسمي اللي هو مرشح، هذا امر بيد الله سبحانه وتعالى ثم بيد اللجنه. انا بقول لك اللي احنا عملناه، اما ما سيحدث فانا لا املك ان انا اعيش لبكره حتى اعرف القرار. القانون كده في صالحه يعني؟ القانون نعم، القانون في صالح المرشحين المستبعدين، خلي بال حضرتك القانون في صالح المرشحين المستبعدين، لكن المساله كانت تحتاج الى شيء من التبيان والى مزيد من المساندات علشان تكتمل الصوره للجنه، ونتمنى ان يوافقها الله الى القرار الصائب الذي يرضي الله ورسوله ويتفق مع صحيح القانون. واعتقد ان احنا يجب ان نكون عندنا قدر من التفاؤل لغايه لما نسمع قرارهم. انا ما سمعته ان احنا بكره هنعرف الاخبار، لكن هذا امر يعني طب لو فضلوا ليس متعنتين بقى في الخبر ده، لو فضلوا متعنتين ان هم فعلا يطلعوا حزم وخيرت، ايه الحل؟ لا لا لا، لكل حادث حديث، ما نقدرش نعمل حاجه او نقول حاجه نسبق بيه الاحداث. ولو طلعوا لك قرار لصالحك واستبقوا حازم وخيرت في السباق، يبقى خلينا الاول نخطي كل سلمه في سلمتها في وقتها. الوضع الحالي احنا اجتهدنا، استاذ حازم اجتهد، وخيرت شاطر، مهندس خيرت اجتهد، وكل واحد بين موقفه القانوني، وكذلك الاستاذ الدكتور ايمن نور النهارده كان موجود وكان معه برضه لفيف من الاساتذه المحامين، وبينوا برضه رايهم القانوني في المساله. واعتقد ان الامور اصبحت النهارده في غايه الوضوح امام اللجنه. دعونا نصبر ونسمع الى قرار اللجنه، وبعدها ناخد بقى الرد الفعل اللي يناسب القرار الساعه كام؟ كامل منظور يا فندم. عفوا.